ادخل اشمر اجهز احضر كل يوم مواعين بالكوم افرك ودعك اشطف يبدا جلدي كرمش فانا بقتش نظيفة مش قادرة امسكها بايديا خلي ليمون وصابون مش نافع مية بتهري وتلسع فيا حوضي اتسد وملاقيش حد اغرق في المية والمواعين بتزيد حواليا نغسل ساعة وننقع ساعة والأطباق برضو ما تنضفش جاي يحط طبق دلوقتي هو أنا مكتوب لي ما خلصش عمالة بضيع اهو في وقتي واللي يروح مني ما يرجعش ما تسيبيش المواعين تبهدل فيكي هاتي غسالة أطباق وأقراص فينش كلاسيك الجديدة هتخلص لك عليهم